بسم الله الرحمن الرحيم، المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص والذي يأتيكم استثناء من ولاية القضارف، ونسعد جدا أن يكون ضيفا عزيزا علينا فيه سعادة اللواء الركن نصر الدين عبد الغيوم أحمد علي والي ولاية القضارف المكلف. أهلا ومرحبا بك سعادة الوالي. مرحبا بك وتحياتنا لكل مشاهدي قناة الشروق. أهلا ومرحبا بك السيد الوالي. لعلها بحساب الزمن 6 شهور من التكليف في أعقاب أحداث اجتماعية وسياسية في غاية السخونة شهدتها هذه الولاية في الفترة السابقة، كذلك تزامن مع بداية فصل الخريف والموسم الزراعي، والموسم الزراعي حياة بالنسبة للإنسان القضاري. كيف تنظرون لهذا الموسم بدءا من المساحة المزروعة والتحضير انتهاء بمرحلة الحصاد؟ أولا احنا نهني يمكن كل الشعب السوداني وولاية القضارف بصفة خاصة بالأول يمكن العيد الأول للثورة المجيدة، وكمان نهنيهم بعيد الاستغلال 64. حقيقة يمكن الموسم الزراعي مهم جدا لولاية القضارف لأنها ولاية زراعية. يمكن بدأنا بالزراعة، المساحة المزروعة يمكن هي مقارنة مع العام الفايت يمكن هي أكبر. تحضيرات يمكن لهذا العام يمكن بدأت بصعوبة ويمكن تأخرت بداياتها، لكن الحمد لله احنا نجدنا هذه المرحلة بتوفير يمكن الوقود اللازم وتوفير كل المعينات الأخرى من تمويل ومن تقاوي. تدفقات الأمطار يمكن كانت في البداية خاصة المنطقة الجنوبية يمكن كانت أمطار قديرة، يمكن الأمطار تأخرت في المناطق الشمالية. الإنتاج المتوقع حسب توقعاتنا في الزراعة الآلية إنه حيكون إنتاج يمكن أقل من إنتاج العام الفات رغم كبر المساحة، لأنه كانت الأمطار يمكن هي بدأت بصورة كبيرة في المناطق الجنوبية، مساحات يمكن لغزارة المياه ووجود سيول وفيضانات في المنطقة ما زرعت. المنطقة الشمالية يمكن الأمطار في البداية كانت ما موجودة، الزراعة كانت تم متأخرة. الخريف المرة دي كان خريف طويل يمكن أثر في بعض المحاصيل حتى في مرحلة الحصاد، حتى في مرحلة الحصاد خاصة يمكن حصاد السمسم، لأنه كان السمسم هو جاهز وفي أمطار نزلت أثرت على السمسم. كذلك يمكن الفترة فاتت برضو كان في وجود آفات زراعية. نحن يمكن ولاية زراعية ومجاورين لولايتين زراعيات أو سينار ولاية الجزيرة، يمكن في تأثيرات كبيرة جدا في الآفات. يمكن في آفات الهاموش تقريبا السمسم، في آفات كانت الذرة، في القارد الفار، وفي آفة بتاعت الجراد تقريبا. من كان تضمن تدخلات كبيرة جدا مننا من المركز عشان القضاء هذه الآفات، لكن نعمل إنه في العام القادم إنه يكون في خطة محكمة لمكافحة الآهات تتبناها وزارة الزراعة الاتحادية عشان ما يتساهم في القضاء على هذه الآفات وزيادة الإنتاج. نعم، ولكن أعتقد أن ما تبنته ولاية القضارف منذ أكثر من 10 أعوام في مجال التقانات الزراعية قد ساهم في كثير من الأحيان في التغلب على هذه الظروف. إلى أي مدى ترون هذا الأمر صحيح؟ هي يمكن نحن نشيد بإخواننا في وزارة الزراعة، يمكن في بحوث وفي أشياء كثيرة يمكن تمت في الفترة السابقة، لكن يمكن انتشار خاصة الآفات بكثافة في الفترة الأولى من بداية الزراعة يمكن تحتاج هي لتدخلات المركز. نحن يمكن رفعنا الأمر لوزارة الزراعة إنه في آفات الذرة وآفة السمسم تكون آفة قومية عشان مكافحة تتم من المركز، يكون في تجهيزات مبكرة لهذا التدخل. أما الآفة لم تكون آفة ولائية، التدخلات تتم بعد حدوث الآفة. نعمل إنه وزارة الزراعة تستجيب لهذا الطلب، والعام القادم إنه يكون كل الآفات مكافح قوميا حتى يمكن يتم القضاء على هذه الآفات و نزيد الانتاج والانتاجيه باذن الله تعالى. نعم، السيد الوالي،
الآن مرحلة الحصاد تحديدا، مرحلة حصاد الذرة سبقتها مرحلة حصاد السمسم، صارت من حيث المدخلات بشكل جيد على ما أعتقد، من حيث توفير الوقود، من حيث توفير النقود، من حيث توفير الأيدي العاملة. هنالك مجهودات كبيرة للولاية بذلت في هذا المجال رغم الظرف المعلوم. فعلا يمكن كان استعداد يوم الحصاد استعداد مبكر، كان توفرت السيولة، توفر الوقود للحصاد، ترتيبات لدخول العمالة رغم يمكن ارتفاع تكلفة العمالة. ناول انه في المرحلة القادمة انه نتجه للزراعة بالوسط الآلة والحصاد بوسط الآلة عشان ما نقلل تكلفة الإنتاج، وده ممكن محتاج لتدخل من المركز لدعم صغار المزارعين وسمح لهم بتمويل يمكن طويل الأجل عشان ما يختنوا معدات وآليات زراعية تساهم في رفع الإنتاج بإذن الله. نعم، كل ما قلت التكلفة وزادت الإنتاجية العائد بيكون أكبر بالنسبة للمزارع. ولكن أيضا هنالك مجهود ظاهر العيان بذلته المنظمات سواء كانت وطنية أو أجنبية فيما يتعلق بصغار المزارعين، زاد في الإنتاجية الرأسية لمحاصيل مهمة ومحاصيل نقدية، محاصيل حبوب الزيتية تحديدا. حقيقة يمكن المنظمات يمكن من فترة طويلة هي بتساهم في تبني صغار المزارعين ورفع يمكن توفير كل مدخلات الإنتاج بالنسبة لهم وتوفير الإرشاد اللازم وتمليكهم التغانة يمكن اللازمة عشان ما يهتموا بالزراعة. يمكن شاهدنا يمكن على الطبيعة مشاريع يمكن تبنتها بعض المنظمات لقينا فيها تغانة عالية وإنتاجية وفيرة، يمكن حضرنا يمكن حصاد بتاع عدة مشاريع مدبناها المنظمات. يمكن الشغل ده ساهم مساهمة كبيرة في تثقيف صغار المزارعين و تبنيهم لمشاريع ويمكن عمل شراكات. يمكن بعض الصغار المزارعين نظموا نفسهم في جمعيات صغيرة ويمكن انطلقوا انطلاق يعني قوي جدا، حتى يمكن احنا شاهدنا برضو حتى العنصر النسائي يمكن هم كانوا مدعومين بواسطة المنظمات وانتاجاتهم كانت انتاجية عالية. نعم، بدل موسم التسويق للمحاصيل، ولكن هنالك تباين في مسألة الأسعار، تباين حتى في عدد التجار الذين دخلوا المزاد. ربما عاد البعض ذلك إلى قرار وزارة التجارة بمنع الأجانب من الشراء والبيع في هذا التوقيت الحساس. هل أثر ذلك على أسعار محصول السمسم تحديدا؟ والله يمكن بداية الموسم التسويق يمكن السمسم كان مرتفع، يمكن الغنطار 45 كيلو تقريبا حوالي 4.2 ألف تقريبا مليون، لكن يمكن في الفترة الأخيرة تدنت هذه زيادة أعتقد موصل 100% من الموسم السابق. نعم حقيقة أنا يمكن في اعتقادي برضه في شركات كبيرة حجمت عن الشراء، يعني يمكن الشركات اللي دخلت في سوق المحاصيل في بداية التسويق حوالي 87 شركة، لكن في شركات يمكن حجمت عن شراء السمسم في الفترة الأخيرة. يمكن يكون له تأثير يعني القرار بتاع وزير الصناعة الأخير وزير الصناعة والتجارة يمكن له أثر، لأنه التسويق يمكن في الفترة السابقة كان يتم بواسطة الشركات من الخارج، يعني يمكن تجارنا ومزارعين الناس اللي اشتروا السمسم يمكن ما عندهم تجربة في التسويق، محتاجوا لفترة عشان ما يكتسبوا خبرة في عملية التسويق. نعمل انه الفترة الجاية الناس اتضح هذا الأمر يعني نصب عينا عشان ما يكون في تسويق للسمسم. نعم، لأن مسألة السمسم مرتبطة بمتبقي أنواع التجارة وضروبة في الجبار. إذا كان هنالك موسم تسويقي جيد هنالك أيضا موسم تجاري جيد بالمثل. ولكن نتساءل سيد الوالي فيما يتعلق بمعاش الناس، فترة صعبة جدا من التحولات السياسية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية أيضا،
أثرت بشكل كبير جدا على عموم السودان. ولاية جبارك ليست استثناء، ولكن الأحوال فيها دوما كانت أفضل من بقية الولايات. حقيقة يمكن ما زالت معاش الناس، يمكن الولاية عندها اهتمام كبير جدا حقيقة. لو تحدثنا عن يمكن السلع المهمة، سلعة الوقود، سلعة الدقيق، سلعة الغاز المجينة من المركز، يمكن الولاية مع اتصالاتها مع المركز يمكن احنا حققنا نجاحات كبيرة جدا عشان ما نوفر هذه السلع. الوقود الخدمي يمكن الكمية المنتجة من الوقود الخدمي يمكن هي ما كافية للولاية، لكن الكمية المجينة تقريبا هي بتمثل تقريبا 30% من متطلباتنا، لكن الحمد لله الأمور هي ماشية بتوازنات يمكن الوقود الزراعي. سلعة الغاز يمكن الفترة الأخيرة شهد استغلال كبير جدا، خاصة في غاز المتانو، يمكن في استغلال كلي وفي استغلال نسبي في غاز المخابز. ويمكن المريد للولاية يمثل تقريبا حوالي 67% من استهلاك الولاية في الشهر يعني. بالنسبة للدقيق، يمكن احنا بدأنا في شهر 5 كان الوارد من الدقيق حوالي 1200 شوال، ارتفع ل 3500 شوال، متوسط 3500 شوال. احتياج الولاية من سلع الدقيق تقدر ب 4500 شوال إلى 5000 شوال، يعني هي نسبة ما بطالة، لكن نعمل إنه باتصالاتنا على المركز يكملونا حوجتنا الكاملة من الدقيق، يعطونا يعني حوالي 4500 شوال إلى 5000 شوال. يمكن هناك مشاريع كبيرة جدا تبنتها الولاية، اللي هي مراكز للبيع المخفض، يمكن انتشرت في الولاية كل محلات الولاية حوالي تقريبا حوالي 103 مركز بحجم مال متداول حوالي 137 مليار، دعمي سنوي تقريبا حوالي 11 مليار من الولاية. يمكن هناك برضو تدخلات كبيرة جدا من أخواننا في الزكاة، يمكن تم دعم يمكن الأسر في هذه الفترة بمبلغ 1.8 مليار، اللي هي 1.8 مليار بالقديم زي ما بيقولوا، حوالي 275 ألف أسرة استفادت من هذا الدعم، في 15 ألف أسرة دعم شهري، في حوالي مشاريع يمكن للمرأة إنتاجية حوالي 1300 مشروع، في مشاريع إنتاجية برضو أكثر من 1000 مشروع، في السكن الآمن برضو حوالي يمكن استفادوا منه تقريبا زي حوالي 1300 فرد. الولاية برضو من ناحية التأمين الصحي، يمكن من الولايات نسبة مرتفعة من التأمين الصحي، حوالي 94% من سكان الولاية مغطيين بالتأمين الصحي. هذه كلها يمكن عوامل وتدخلات تساعد في تخفيف أعباء المعيشة بالنسبة للمواطنين. هناك برضو مشاريع يمكن وقفنا في الثروة الحيوانية، يمكن مشاريع منتجة في منتجات الثروة الحيوانية من لحوم وبيض وخلافه، يمكن برضو قدمت اسهامات كبيرة في تخفيف أعباء المعيشة بالنسبة للمواطنين. نعم، على فكرة المشروعات السيد الوالي، هنالك المشروع الكبير، مشروع الحل، مشروع الحل الجذري لمشكلة مياه الجبارك، ولكن نجاوب على هذا التساؤل الكبير عقب هذا الفاصل، ابقوا معنا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء مره اخرى، ونحن في هذا اللقاء الخاص مع والي ولايه القضارف المكلف اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم احمد علي. قبل الفاصل كنا فتحنا المشروع الحلم بالنسبه لانسان القضارف، الا وهو مشروع الحل الجذري لمشكله مياه القضارف. هذا المشروع الكبير الذي يامل كل مواطن في القضارف
أن ينعم بخدمات المياه فيه. سيد الوالي، هذا المشروع بدا عصيا على الحر، حكومة دولة تناوبوا على هذه الولاية، وما زال المشروع لم يكتمل حتى الآن في محاوره الثلاثة. هل ينعم إنسان الجضارف بمياه نقية عذبة مستمرة وقريبة العادلة؟ والله إحنا نامل لذلك. يعني هذا المشروع يمكن مشروع كبير حقيقة، مشروع كبير ومخطط لحل مشكلة مياه مدينة الجضارف ل35 سنة قادمة. مشروع كبير، شبكة داخلية حديثة، ما عندها مثيل في السودان حقيقة الشبكة الداخلية. المشروع قسمين طبعا، شوية داخلية والموية من المصدر هو من السد بتاع ستيت. هذا المشروع يمكن في تقديرنا له إجمالي تفز فيه تقريبا 91%. الشبكة الداخلية بتمويل محلي من البنوك، والحمد لله يمكن ماشيين فيه، يعني قطعنا فيه شوط كبير جدا. عملنا اختبارات لبعض الخطوط ذات اللي وصلناها. العمل فيه سائر بصورة طيبة. لو استمر العمل بهذا المنوال يمكن احنا مخططين ان شاء الله خلال شهرين ننتهي من الشبكة الداخلية. الجزء الثاني من المشروع اللي هو المحطة الرئيسية، يمكن برضو قطع شوط كبير، المتبقي منها بسيط جدا، لكن هذا العمل متوقف نسبة لعدم وصول التمويل. في تمويل مبلغ حوالي 15 مليون و700 ألف دولار من الصناديق العربية عبر بنك التنمية الإسلامي جدة. المبلغ ده يمكن احنا ما تحصلنا عليه حد الآن. في اتصالات يمكن تمت مع اخواننا في وزارة المالية ومع اخواننا في بنك السودان، يمكن هم قاعدوا مع البنك، وجدول المديونية بتاعة السودان، في مديونية على جمهورية السودان على الصناديق العربية، جدول هذه المديونية يمكن الآخر اتصال يمكن مع أخونا في سيد وزير المالية إنه يوم 7/1 بإذن الله السنة الجديدة إنه هم حيفكوا التمويل، يوصل التمويل. الشركة الصينية في تقديرات إن التمويل لو جاء ينساب بصورة طبيعية هم من 2.5 إلى 3 شهور بيكونوا جاهزين. فيما يتعلق بالمحطة الرئيسية، المحطة الرئيسية. ونحن في الشبكة الداخلية بنضبط الشركة الصينية. نحن يمكن نتكلم من الليل من تاريخ اليوم 2. هم محتاجين بعد انسياب التمويل ل2.5 إلى 3 شهور. قبل فصل الخريف. الكلام ده نحن نزعة يتم إن شاء الله قبل فصل الخريف لو يتوفر التمويل. لكن نطمن كل مواطني مدينة الجضارف انه المشروع يمكن ماشي، خاصة الشبكة الداخلية فيها شغل جيد. حتى هي الشبكة يمكن شبكة حديثة، فيها نظام بتاع تحكم الكتروني، فيها انظمة لعربات المطاف اطفاء الحرائق، يعني شبكة حديثة ما موجودة. يمكن اخر شبكة يمكن نفذت كانت في مدينة الأبيض. هذه الشبكة يمكن استصحوا فيها كل الأخطاء الموجودة في مدينة المبيض، وصلنا بطريقة شين عشان تحل كل الإشكاليات. نامل وصول التمويل في الوقت المناسب. بوصول التمويل في 1 نامل إنه في 3 أو نهاية 3 إنه هذا المشروع يكون إن شاء الله يكتمل، لو صار حسب ما مخطط له بإذن الله تعالى. التمويل يتعلق ايضا بالخط الناقل والشبكه والمحطه الرئيسيه. التمويل نعم بالخط الناقل، والخط الناقل حد يمكن هو خزانه الجيش شميلاب. اما الشبكه الداخليه لتمويل ذاتي، تمويل من الاستداره من بعض البنوك وقروض من وزاره الماليه ومنح، ما في اشكاليه يعني. بالنسبه للشبكه الداخليه الاشكاليه هي في المحطة الرئيسية والخط الناقل الرئيسي. هذا في طرح حل الجزء. نعم. لكن هنالك أيضا نعرف أن هنالك مجهودات إسعافية فيما يتعلق بمياه الريف من تأهيل الحفاية والآبار. هل بدأ هذا العمل فعلا؟ والله هي يمكن إحنا موضوع الخطة الإسعافية بدأنا فيها من وقت مبكر. هسه حاليا اليوم في مجموعة في الخرطوم تشتري في بعض المعدات. نحن وفرنا المال اللازم حوالي 23 مليار
عشان ما نعمل خطة إسعافية على الأقل الفترة بتاعت شهر 1 و2 و3 ما يكون عندنا مشكلة إن شاء الله في المياه في مدينة القضارف. الخطة يمكن رفعوها أخواننا في هيئة المياه ونفذناها حسب ما رفعوها. 23 مليار احنا نفرناها وهم بدوا يعني في بعض المعدات موجودة وفي اليوم اسمهم في الخرطوم عشان ما يجيبوا المعدات الناقصة عشان ما نبدأ إن شاء الله نفعي كل الآبار الموجودة كل المناطق اللي فيها مياه نضخها في الشبكة القديمة عشان على الأقل ننعم بصيف إن شاء الله يكون ما فيه وطعات بتاعت مياه بإذن الله. نعم هذا المشروع الكبير السيد الوالي ربما ينظر إليه مواطن القضارف بعين الأمل كما ذكرنا، ولكن هناك أيضا ما يتعلق بالطرق، الطرق الداخلية، الطرق الزراعية وعدد من الطرق القومية بولاية القضارف. ربما هناك إشكالية حقيقية في هذه الطرق سواء كانت طرق داخلية أو طرق قومية. حقيقة يمكن أنا معاك الولاية تفتقد الطرق حقيقة يعني خاصة يمكن الطرق الزراعية. في عمل كبير جاري الحمد لله يمكن في هذا المجال. عندنا يمكن طريق بواسطة صندوق إعمار الشرق هو طريق القضارف سمسم أم الخير. هذا الطريق الآن العمل جاري فيه، أتوقع إن شاء الله قبل نهاية الخريف يكتمل فيه العمل. تم سفلت تقريبا حوالي طريق طول 145 كيلو، تم سفلت 37 كيلو منه العمل جاري فيه إن شاء الله قبل نهاية الخريف ينتهي هذا العمل. في طريق مهم جدا يربط الفا والحوات المفازة. هذا الطريق يمكن بدأ يمكن قبل سنتين كان استلمته شركة صينية وتم تحويل العقد للشركة سودانية شركة الرويان. هذا الطريق احنا في انتظار خطاب ضمان من المالية لبنك السودان عشان ما نبدأ العمل في هذا الطريق. وتواصلنا مع يمكن برضو سيد وزير المالية يمكن وعد إن شاء الله في بداية العام الجمالي الجديد هو يدو خطابات بتاع الضمان للشركة عشان ما تستأنف إن شاء الله العمل في هذا الطريق. هذه الطرق أيضا أهميتها أنها تربط مناطق إنتاج مهمة جدا بمناطق تسويق وبها حضرة الولاية. بالضبط نعم. هناك يمكن عمل في طرق وردميات زراعية يمكن في طريق يمكن بربر أسرة في طريق حوالي 40 كيلو تقريبا في مناطق في غرة الفشقة أو الغرة بتاعت غرة السد حوالي 40 كيلو ردميات هسه شغالين فيها. في ردميات شغالين فيها في الفاو محلية الفاو الغرية 13 والغرية 3. هنالك يمكن عدة معابر شغالين فيها اللي هو الرديف وبانديجيو عدة معاور أبو فارغة العمل جاري فيها في الأيام دي. هنالك يمكن في صيانة من هيئة الطرق القومية لطريق القضارف دوكا قلابات العمل جاري في الصيانة. هناك برضو صيانة مستمرة في طريق مدني القضارف. برضو في عمل في بعض الطرق في مدينة الشوك. هنالك شغل برضو في الطرق الداخلية في مدينة القضارف يمكن احنا مستهدفين نرصد حوالي 12 كيلو سفلة 12 كيلو بدأنا يمكن بداية يمكن في الشهر الفات وإن شاء الله نعم نكمل هذا العمل قبل بداية العام الجديد إن شاء الله. العمل مجاري وشغال في مدينة القضارف. يمكن احنا في بداية 2020 يعني في يمكن طريق إكمال طريق قلع النحل ذاك مرصود في الميدانية بتاعتنا. بعض الطرق الزراعية برضو مرصودة في الميدانية. ممكن برضو طريق بالعزاد المطار برضو شغال كله راصدينه في ميزانية 2020 بعضه في ميزانية الولاية وبعضه راصدينه في ميزانية صندوق إعمار الشرق بإذن الله. على ذكر العزادة هنالك أيضا عمل يجري في مطار العزادة. هنالك رغم الظروف التي مرت بها البلاد في هذه السنة ولكن هنالك تنمية ظاهرة للعياء. مطار العزادة واحد من المشاريع الاستراتيجية بالنسبة لإنسان القضارف.
هل يسير العمل بوتيرة جيدة أم أن هناك بعض التعقيدات؟ إطار العزاز يمكن هو بدأ كجهد محلي، تم يمكن تجهيز رانوية تقريبا بطول 2 كيلو، جاري العمل انه حيكون ان شاء الله نكمله 3 كيلو، يمكن في ميزانية تشوير هذا الجزء ان شاء الله في 2020. المطار ده يمكن مطار حيوي، مطار مهم جدا. القضارف يمكن مدينة ولاية بتاعت صادر، ولاية عندها ارتباط كبير جدا بالعالم الخارجي، فيها امكانيات كبيرة استثمار، بتسهل عملية الاستثمار، بتسهل عملية الصادر، بتربطنا ان شاء الله مع المركز. الاثنين كيلو تسع جاهزة، استشاري يمكن الطيران المدني مفترض يجي في اليومين ديل عشان ما يدينا موافقة لنوع الطائرات اللي تنزل في هذا المطار في هذا يمكن ان شاء الله خلال اليومين ديل يجونا. لو ادونا اي موافقة ممكن نوع طائرة معينة، ممكن احنا نكون في عندنا رحلات ان شاء الله بالمركز الخرطوم اسبوعية في هذا المطار، وعندنا شغل ان شاء الله جاري لتجهيز غرف لاستقبال المسافرين مدرجة في ميزانية العام 2020 بإذن الله تعالى. هذا المطار أعتقد أنه سيسهم في مسألة الاستثمار في ولاية زراعية، وخاصة الصناعات التحويلية. هنالك عدد من الشركات، عدد من الأفراد في هذا المجال، ولكن الناتج في تقديري حتى الآن لا يرقى لولاية بحجم الإنتاج الذي تنتجه ولاية القضارف. حقيقة يمكن ولاية القضارف فيها ميزات كثيرة جدا، ولاية زراعية، ولاية فيها ثروة حيوانية، ولاية برضو فيها تعدين، في صناعات كبيرة غايمة، يمكن صناعات متقدمة في الولاية، كان سواء مصانع الحلويات والطحينية والغرابيل بتاعة السمسم، في محالي كثيرة جدا بتاعة أقطاب في الولاية. نحن لازم نعمل قيمة مضافة لمنتجاتنا. الولاية يمكن فيها فرص كبيرة جدا بتاعة الاستثمار في مجال الصناعات الزراعية، خاصة في مجال صناعة السمسم، غرابيل، الحلويات، في مجال النشا، دي كلها يمكن الباب فاتح للاستثمار في هذه المجالات. في المجال الحيواني يمكن احنا عندنا يمكن ثروة حيوانية لا بأس بها، يمكن تكون في صناعة بتاعة تعليب بتاع اللحوم، مذابح بتاع الجلود. الولاية برضه هي ولاية زراعية، تحتاج لصناعات هندسية، يمكن تكون في مصانع بتاع تجميع بتاع آلات زراعية، مصانع لمعدات المياه، معدات الكهرباء، مصانع للأعلاف، مصانع للأسمدة، دي كلها يمكن فرص كبيرة جدا من الاستثمار، ومدخلات إنتاج موجودة، والولاية يمكن مهيئة من ناحية قانون الاستثمار، من ناحية توفر الكهرباء، يمكن توفر الطرق اللي تربط المناطق المهيئة للاستثمار، ما بتكون في إشكالية. نعمل إنه الفترة الجاية يكون في تسويق للاستثمار في الولاية عشان ما يكون عندنا مكاسب كبيرة جدا في مجال التصنيع بالولاية بإذن الله. نعم، والولاية أيضا لها موقع جغرافي مميز باعتبار أنها تحادد دولة أثيوبيا، وهذا أيضا يعطيها قيمة في مجال التبادل التجاري. الشريط الحدودي والعلاقات مع دولة أثيوبيا محور مهم جدا، ولكن استأذنك السيد الوالي في أن نخرج إلى فاصل ثاني ثم نعود لنجاوب على هذا المحور المهم. الشروق، شمس السودان التي لا تغيب. بدا
الدور كلها تدور بدورك معاي رغم المسافة حضورك وقامتك بالصباح وبخورك وشاي المغربية معاك صحيح النار مع الكافتيرا وهلنا والصحاب والجيرة تكب شاي الأميرة أميرة وسكر أحلى من يمناك صحيح النار مع الكافتيرا وهلنا والصحاب والجيرة تكب شاي الأميرة أميرة وسكر أحلى من يمناك أميرتي وفي إيديك شفايا وصاياك الحنينة معايا صوتك أبدع في جناي بكب العافية جوا جناي زمان ولو معايا سماته في كل كباية بلقى حناته بقرب أقول ده شايك ذاته بسرح يا الأميرة معاك شاي الأميرة لأميرة كل بيت الشاي باللبن اللي امي بتعمله مستحيل نحنا منكمله والرز باللبن لما تفلفله ولا حتة فيه ما بنفضله لما تسوي كيك وتشكله من حالاته نحنا بنبهدله شنو سرك يا امي؟ ابدا ما في سر والله عالم كل القصة في لبن مياسم لبن طبيعي وبدر ناعم في كل حتة بتخطى طاعم لبن مياسم طعم طبيعي طاعم الشروق شمس السودان التي لا تغيب اهلا ومرحبا بكم مشاهدي الاعزاء ونحن نواصل هذا اللقاء الخاص من ذات القضارف مع واليها المكلف اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم احمد علي. قبل الفاصل السيد الوالي طرحنا موضوع العلاقات مع دوله اثيوبيا وتنميه الشريط الحدود. ولايه لها حدود طويله جدا وحدود طبيعيه مع دوله اثيوبيا تتطلب بطبيعه الحال رفع مستوى التنسيق في المجالات الأمنية خاصة مع دولة أثيوبيا. هنالك بروتوكولات عسكرية وسياسية واقتصادية موقعة بين الجانبين. إلى أي مدى تنظرون إلى مستوى العلاقات بينكم وبين أثيوبيا؟ علاقاتنا يمكن مع الجاري سوى يمكن علاقات استراتيجية في يمكن تبادل تجاري بيننا. في يمكن مذكرة كانت تفاهم موقع 2005 مع الجانب السوري في مسألة الزراعة مسألة الاستيطان يمكن هناك برضو اتفاقيات لنشر غوات مشتركة اتفاقيات لتحركات على الحدود بين الجانبين لمكافحة كل الظواهر السالبة هناك اجتماعات دورية يتم بين المحليات المجاورة الحدودية للتنسيق بما يعني يضبط الحدود يضبط حركة المواطنين على الحدود في تعاون حقيقي في الملف ده كبير ومستمر بالنسبة للشريط الحدودي يمكن تنمية الشريط الحدودي هنالك يمكن قرى كبيرة جدا موجودة على الشريط الحدودي محتاجة يمكن لتنمية هذه التقديرات بها التنمية يمكن رفعت يمكن في العام السابق للمركز كانت تقديرات كبيرة جدا يمكن حوالي 3 مليار أو 3 تريليون في الوقت ذاك مع القيمة المضافة يمكن والزيادة اللي حصل يمكن نحتاج مبلغ أكبر من ذلك نعمل إنه المركز يمكن ينظر لهذا الموضوع بعين فاحصة عشان ما يوفر إمكانيات كبيرة جدا محتاجين لمعابر محتاجين لطرق محتاجين لكباري في المنطقة عشان ما نسهل الحركة بتاعت مواطنينا والحركة بتاعت المزارعين في المنطقة سعادة الوالي ماذا عن استقرار المواطن في شريط الحدود إذا قارنا الوجود البشري في على شريط الحدود نجد أن هنالك الضعف في الوجود البشري
هل هنالك مشروعات لجذب السكان المحليين للاستقرار في هذه المناطق؟ افتكر الخطه دي ظروفي على يمكن المركز هي مساهمه كبيره في استقرار المواطن، لانه هي بتوفر كل سبل الحياه من طرق، من مصادر بتاعه مياه، من منشآت اداريه، مستشفيات. الخطه كبيره جدا، افتكر لو تنفذت بمراحل بتساعد في استقرار المواطن بالمنطقه الحدوديه. نعم، ايضا مساله الترتيبات الامنيه اعتقد انها ظهرت بجلاء في الموسم الزراعي، لم تسجل الكثير من حالات الاعتداء هنا وهناك على المزارعين. ايضا هنالك مساله مهمه، مساله الجرائم العابره فيما يتعلق بتهريب السلاح والاتجار بالبشر. هذه من الجرائم التي اصبحت لها عالميه في تداولها، والولايه غدرها انها معدر. فما هي المجهودات التي بذلت في هذا الاتجاه؟ في مجهودات كبيرة مشتركة من الجانبين في هذا المجال. يعني مدى الحدود مسألة ما سهلة، الحدود دي أكثر من 260 كيلو، هنالك انتشار يمكن للقوات، هنالك أطواف مشتركة بصورة دورية بيننا وبين القوات السورية. حدوث أي يمكن أمر يستدعي أنه يكون في أطواف إضافية، في تدخلات إضافية، بيتم تنسيق على مستوى المحليات والمجاورة. في عمل كبير جدا في تبادل المعلومات في الجرائم العابرة، سواء كانت تهريب بشر، سواء كان تهريب سلاح أو تهريب مخدرات. ويمكن الفترة اللي فاتت نتيجة تبادل المعلومات وهذه التدخلات، يمكن ضبطيات كبيرة جدا من أسلحة المهربة، وضبطيات من المخدرات، وضبطيات كبيرة من تجار البشر في الفترة اللي فاتت. نعم، وهذا يدعونا للحديث عن الالتزامات الدولية في هذا الاتجاه. هناك التزامات كانت على الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية. إلى أي مدى يمكن أن تستفيد الولاية من هذه الاتفاقات إذا فعلت على مستوى المركز؟ أكيد يمكن لو تم تفعيل هذه الاتفاقات على مستوى المركز بيكون طبعا في دعم اضافي، دعم لوجستي لكل القوات وكل المعنيين بهذا الامر في الشريط الحدودي، وبيساهم مساهمه كبيره في اغلاق كل الثغرات الموجوده في الحدود والقضاء على هذه الظواهر باذن الله. نعم، ايضا مساله التجاره الحدوديه، هنالك حديث عن نقطه لمنطقه الجلابات الحر، حديث دار منذ سنوات. هل هنالك من خطة في العام الجديد؟ يمكن كان خطة سابقة يمكن إنه منطقة الحرة تكون في منطقة الجلابات، مع إنه الدراسة بدأت في البداية إنه المنطقة الحرة تكون في منطقة دوكا. نحن يمكن في اتجاهنا إنه المنطقة الحرة تكون في منطقة دوكا، لأن منطقة دوكا منطقة واسعة وفي مساحة كبيرة موجودة، توفر كل المقومات بتاعة إنشاء هذه النقطة. منطقة الجلابات هي منطقة مكفولة، منطقة ضيقة، يكون فيها نقطة جمركية موجودة في الجلابات. المنطقة الحرة تكون في منطقة دوكا. إن تفاهمات إن شاء الله مع أخواننا في أسواق الحرة إن شاء الله في الفترة الجاية، عشان ما نرجع بالدراسات يمكن للدراسة السابقة، إنه المنطقة الحرة تكون في دوكا، وتكون في نقطة بتاعت جمركية موجودة في معبر الجلابات. نعم، السيد الوالي، حديثنا عن التجارة وعن التنمية لا يبعدنا عن الخدمات، تحديدا المجال الصحي. الولاية شهدت تطور في هذا الجانب، ولكنها تحتاج للمزيد، خاصة فيما يتعلق بالمستشفيات الريفية لتقليل الضغط على المستشفى التعليمي والجبار. تعلم أن هنالك عدد من المستشفيات الريفية ولكن تحتاج الأجهزة والمعدات. إحنا مجال الصحة يمكن اهتمناه اهتمام كبير جدا حقيقة. نحن توجيهاتنا إنه نهتم بالمستشفيات الطرفية عشان نخفض الضغط على مستشفى الجضارف. يمكن الفترة الجاية حنشهد إن شاء الله افتتاح مستشفى في دوكا، مستشفى جنبه صندوق إعمار الشرق، وكذلك مستشفى في باسوندا. بالإضافة إنه في عمل جاري وصيانات وإكمال مستشفى الفاو الجديد.
يعني مستشفى الفاو يمكن 85% نفس. هذا المشروع يمكن برضه متبنيه وصندوق مع الشرق، برضه في توجيه انه يكون في صيانه للمستشفى وتوسع على مستشفى الفشقة على الأقل عشان ما يكون ننقل الخدمات في الأطراف. هناك يمكن عمل كبير تم في عملية استبقاء الأطباء، يعني تسهيلات للأطباء، توفير سكن، دعم مادي عشان ما يكونوا قاعدين في الريف. يمكن هذا المشروع صدقناه بالفترة اللي فاتت عشان ما نساهم في إبقاء الأطباء في الريف. في عمل كبير تم في المستشفى، يمكن مستشفى الوظائف التعليمي، نحن يمكن حنفتتح في اليومين ديل حوالي 4 يمكن مشاريع قيمتها كانت 12 مليون جنيه، اللي هي مستشفى عنبر الباطنية، مستشفى الباطنية، والعيادة المحولة، وعمليات الحوادث. وفي شغل تم كبير جدا في المشرحة، توفير يمكن ثلاجات ومبنى إضافي للمشرحة، في تعاقدات يمكن حوالي 28 مليون اللي هي لمستشفى الأنف والأذن الحنجرة الجناح الشرقي، للحوادث يمكن بدوا فيها عمل. يمكن احنا وفرنا أجهزة حدشها في اليومين ديل تقريبا، الولاية وفرت أجهزة للمستشفيات حوالي 14 مليون. الزكاة يمكن وفرت أجهزة برضو في حدود 23 مليون، دي كلها إن شاء الله حدشها في الأسبوع القادم. يمكن زيارة متوقعة إن شاء الله من ضيوفنا المركز بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. أيضا أضف إلى ذلك الجهد الشعبي، هناك عمل كبير قامت به مبادرة تأهيل مستشفى الحوادث في هذا الإطار، ولكن أيضا هنالك قسم غسيل الكلاب بمستشفى الفاو. هذا القسم مجهز بالأجهزة والمعدات ولكن لم يفتتح. غسل الكلاب يمكن بمستشفى الفاو كان في بعض الإشكاليات في الكهرباء، شراء محول، ويمكن تم هذا الأمر، ويمكن برضه حنفتحه إن شاء الله في اليومين القادمات. ممكن برضه هنا قسم الكلى في مستشفى القضارف وفرنا له 3 مكنات غسيل إضافية، ممكن وصلت وحتى يمكن بدأ العمل بها، ويمكن في خطتنا لعام 2020 نزيد على الركز يعني هم تقريبا في 11 جهاز، فيها 8 كانت عاملة وفرنا 3، ممكن احنا في 2020 مستهدفين نوفر 5 أجهزة إضافية بإذن الله تعالى. هذا عمل منظور. أيضا مسألة التعليم، سيد الوالي، الولاية في هذا العام أحرزت مركز متقدم في الشهادة السودانية وأدخلت عدد من الطلاب ضمن المئة الأوائل. هذا يرجع إلى ارتفاع نسبة التحصيل وبالتالي إلى بنية تحتية مناسبة للعمل. هل من خطة في العام الجديد لزيادة المجهود فيما يتعلق بالبنية التحتية لجلاس الكتاب المعلم؟ يمكن في العام الحالي يمكن في شغل كبير تم في يمكن مجال التعليم، يعني توفير كتاب، يعني يمكن بنسبة اشترينا كتب جديدة بنسبة 50%، يعني بالنسبة للأساس كتاب الصف الخامس المنهج كان جديد، يمكن كل كتب بتاعت الصف الخامس يمكن وفرناها. في نقص حقيقي في الإجلاس، لكن إدعالي إن شاء الله بمنحة يمكن جات من الإخوة في السعودية والأمارات هتكمل لنا كل النقص في الإجلاس للعام الغالي، يعني كل النقص في الإجلاس. يمكن إحنا في اليومين الفاتوا وصلوا حوالي 10,400 وحدة للثانوي العالي، متوقعين إن شاء الله في الأيام الجاية جينا 43,000 وحدة لمدارس الأساس. هتكون ما هتكون عندنا إشكالية في إجلاس الطلاب في الفترة الجاية. يمكن حتى في الميدانية إحنا ما رصدناها، رصدنا بس إجلاس للأساتذة في الفترة الجاية في الميدانية، لأنه في نقص في إجلاس الأساتذة. في
اهتمام كبير جدا يمكن بصيانة المدارس. يمكن في حوالي 33 مشروع قائم في صيانة المدارس الأساس، و13 مشروع قائمة في صيانة مدارس الثانوي في محليات الولاية المختلفة. الفترة دي يمكن مدارس ذو الاحتياجات الخاصة يمكن 12 مدرسة افتتحت في ولاية القضاري، في 12 مدرسة، ونعمل نغطي كل المحليات بمدارس لذو الاحتياجات الخاصة. في اهتمام كبير بتدريب الأساتذة والمعلمين، يمكن قطعنا في شوط كبير، يعني تم تدريب يمكن كل أساتذة اللغة الإنجليزية للمنهج الجديد بتاع الأساس، وفي تدريبات أخرى يمكن تمت للأساتذة. في نقص حقيقي في الأساتذة، يعني في نقص حقيقي في الأساتذة، علينا فيه جزء بتوظيف القومي كان المركزي، ويمكن احنا جاتنا يمكن خطاب في اليومين ده لوزارة التربية برفع كل التقديرات للنقص في الأساتذة بالنسبة للأساس، بالنسبة لأساس الثانوي العالي، ورفعنا الأمر ده إن شاء الله للمركز. نعمل إنه العام الجديد يكون ما عندنا نقص في الأساتذة، ما عندنا نقص في الإجلاس، ما عندنا نقص إن شاء الله في الكتاب المدرسي. ونحن خططنا في العام القادم إنه ما يكون عندنا مدرسة ما فيها مرافق، مدرسة ما فيها سور، ما يكون عندنا مدرسة مختلطة. عندنا مدارس كثيرة مختلطة في الأساس، نهدف العام القادم إنه يكون ما عندنا مدرسة مختلطة بالنسبة للأساس. العديد من المشروعات والأحلام الكبيرة لإنسان القضارف والإنسان السودان عموما، نأمل أن يكون العام الجديد بداية بشريات. سعدنا جدا سعادة اللواء ركن نصر الدين عبد الغيوم والولاية المتطرف في هذا اللقاء بعد 6 شهور سافرة من التكليف، صاحبتها العديد من الأحداث وأيضا الإنجازات. شكرا لكم مشاهدي الأعزاء، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.